شو أخبارك دمدوم؟ سمعوا؟ اليوم غسان بيك جاب تصميم كندرة، أنت يلي عم تعمله؟ إيه أنا. روى، أنت مانك مزعوج ما هيك؟ أكيد لا ديما، هذا شغلي، مو مزعوج، كتير عادي. برافو سمعوا، أنت رجال قبضاي، حسيتها غريبة إنك تشتغل الكندرة بإيدك لياسمين خانم وتلبسها وقت غسان بيك بده يطلبها للزواج. أنا لو محلك ما بعملها عن جد، أنت أقوى مما تخيلت. توقعتك متضايق وقلت بيجي لعندك نتسلى مع بعض شوي. سمعوا لساتك معي؟ مو ضروري، ما في داعي تجي، عندي شغل بدي كمله.